يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله المؤمنين، يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله المؤمنين، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله المؤمنين، يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا هو النداء العلوي لله الواحد الأحد إلى الأمة الإسلامية لتؤدي هذا النسك العظيم وهذا الركن الجليل من أركان الإسلام. قام إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام ببناء البيت يحمل الحجر من على كتف ابنه إسماعيل عليهما السلام، وهما يهتفان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأكمل البناء وصعدت الكعبة في السماء ووضح الحق. قال إبراهيم: يا ربي ماذا أفعل الآن؟ قال: اصعد على جبل أبي قبيس أعظم جبال مكة. فصعد إبراهيم عليه السلام وقال: يا ربي ماذا أقول؟ قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم: يا عباد الله، يا قوم حجوا. فأسمع الله دعوته نطفاً في الأرحام، أسمع دعوته الأحياء والكائنات والذرات. فأقبل الموحدون يقولون: لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. البشرية تلبي، الأرض تلبي، السماء تلبي، الدنيا كلها تلبي، ويشهد لسان الحال أن النصر لهذا الدين وأن العاقبة للمتقين. ومما يثلج صدور أهل الإسلام أن يخرج من موسكو عاصمة الإلحاد ودولة الكفر والبغي والحديد والنار، آلاف الموحدين يلبون كما يلبي الناس: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة في الله، إن للحج معاني ومقاصد ودلالات ينبغي أن نتعرف عليها وأن نعيها. فكل العبادات الإسلامية أو غالبها يطلب من المسلم أن يتجمل لها وأن يتزين لها إلا الحج. فأفضل الحجاج الشعث الغبر، وأجمل الحجاج الحفاة، وأعظم الحجاج الجائعون الظمآ. وفي إحرام العبد في رداءين أبيضين تذكير له بإدراجه في كفنه. فهذا سفر إلى عرفات، وذاك سفر إلى الموقف العظيم. فإذا لبست الإحرام ذكرك بالكفن، وذكرك بيوم الحشر، وذكرك أنك لن تخرج من الدنيا إلا بهذا الكفن الأبيض. وفي الإحرام قضايا أخرى، منها المساواة، وهذه من القضايا التي يحرص الإسلام على تقريرها دائما. فلا يلبس الملوك إلا لباس الإحرام، ولا يرتدي الرؤساء ولا الأغنياء إلا لباس الإحرام. الناس كلهم يشتركون في هذا، فلا تيجان ولا أكاليل ولا أساور، كل الناس محشورون في صعيد واحد ليبقى العز والسلطان والملك والجبروت لله تعالى وحده. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالكل ذليل والكل مسكين لكبرياء الله وعظمته. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك اللهم حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. إخوة الإيمان، إن من أعظم المشاهد العظيمة والجليلة في الحج الوقوف بعرفة، فهو مؤتمرنا العالمي وسر خلودنا في هذه الأرض. إن أعداء الإسلام يجتمعون في مؤتمراتهم بدعوات وأطروحات وقوانين، أما أهل الإسلام في يوم عرفة فيفترشون الأرض في الشمس المحرقة التي تلهب الأجساد. فالله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذا اليوم! الله أكبر، الله أكبر، ما أروع هذا اليوم! ثم يفيض الله سبحانه وتعالى من رحماته على أهل الموقف، فيتجلى للناس في يوم عرفة، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، يجمع ملائكته فيقول: يا ملائكتي انظروا لعبادي، أتوني شعتا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. شعتا غبرا ضاحين، تلبدت شعورهم من الشمس، لا دهن لا طيب لا ظل، كل ذلك ليرضى الله عنهم. تركوا القصور والبساتين والراحة وجلسوا على الأرض تحت حرارة الشمس. فاشهد أيها العالم واسمعي أيتها الدنيا، هذا يوم عرفة حيث وقف نبينا وزعيمنا، وقف في ردائين باكيا أشعث أغبر، يخاطب الدنيا كلها ويكلم الناس جميعا. إنه وقف هناك، ولكننا نذكره هنا وسوف نذكره في كل مكان، وسوف نذوب في حبه وفي فدائيته وفي دعوته. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه. فقد أمرنا الله عز وجل في كتابه العزيز بالصلاة على نبيه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب عدد من شرب الماء ورضع الحليب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم.
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا غائبًا إلا إلى أهله رددته سالمًا غانمًا. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اجعل أحياءنا تائبين، وأمواتنا مرحومين، وأغنياءنا شاكرين، وفقراءنا صابرين، وعلماءنا عاملين، وأولاة أمورنا مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا إخوة متحابين فيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف نزلاء المستشفيات، وعجل لهم بالشفاء والدواء والعودة إلى أهليهم سالمين غانمين بصحة جيدة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، اللهم عجل بهلاك الكفرة واليهود، وخلص بيت المقدس من أيديهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارته والصلاة فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم سهل لنا طريق الحج والعمرة في هذا العام وفي كل عام. اللهم اجمعنا على صعيد عرفات، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة مع نبيك ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.